أين الفن الآن من حياتنا العادية، من مدننا، من شوارعنا، من محافظاتنا؟ أين هو؟ هي طبعا الفنان بيبدع، بيقدم أفكاره. الأفكار الفنان نفسه ما يعرفش يبني ولا يعرف يوسع لنفسه مجال أو كده، هو بيعمل الأفكار وبيعمل فن. المفروض بقى في جهات أخرى تتلقف هذا الفن وتوظفه، لأن هو الفنان حاضر موجود، عاوز يعني عاوز فنه يبقى موجود في كل حتة. فإحنا محتاجين بقى طبعا إعلام، محتاجين مدارس يبقى فيها يعني مناهج لها علاقة بالفن زي زمان، محتاجين حكم محلي يبقى فاهم الميادين ازاي تتجمل. فدي منظومة كاملة، الفنان بيأدي دوره، لكن إحنا محتاجين المنظومة على بعضها. هل تخلصنا في مصر من يعني هذه الأفكار الدينية المتطرفة اللي هتسمح حاليا في الأماكن الجديدة إن احنا ننشئ تماثيل جديدة وننورها بالليل ويبقى شكلها حلو؟ طبعا. لا، هو احنا تخلصنا يعني الأفكار، تخلصنا يعني تخلصنا من سطوة الأفكار. طبعا في مازال في الناس العادية اللي هم ما وصلهمش الثقافة بدرجة كافية، لسه متأثرين، لكن السطوة بتاعت الأفكار نفسها راحت. يعني بمعنى أن الوقت، أن احنا الوقت انتقلنا لمجال آخر، وما بقاش الأفكار الدينية المتخلفة دي بتلعب في دماغنا، ولكن احنا محتاجين أن ده يعني يدخل شوية في المجال الإداري بقى التنفيذي، لأن هو ده أهم حاجة. احنا الوقت الناس هتتقبل أن يبقى فيه تمثيل ويبقى فيه فن في الشوارع، الناس مش هتعترض، ولكن هو اللي مازال الاعتراض من الإداريين والحزبة الاقتصادية، لأن هو الوقت المبنى لو قلنا نحط من مبنى اللي 100 مليون هيبقى منهم 1 مليون للفن، ممكن الحزب الاقتصادي يقول لك ما نوفر المليون، وده في كل المجالات شغال، لكن هيرجع يعني هنكافح مش هنتوقف. يعني فعلا زي ما حضرتك بتقول، واحنا بنبني مدن جديده، يعني نرجو ان تكون يعني ميادينها مزينه طبعاً. لانه حتى الان بنمشي في شوارع القاهره وعلينا يعني ان احنا نعرض ده بشكل دائم عشان يتم اصلاحه. كل الميادين اللي فيها تماثيل قديمه كلها مظلمه ليلا. مظلمة لماذا؟ ليلاً ومعموله من قبل خمسينات للاسف. يعني لم نصنع غيرها، وكمان الموجود مظلمينه. ليه مظلمينه؟ لان احنا لسه محتاجين شغل في الموضوع ده، لان الناس مش قادره تفهم ان الميادين هي علامات. بمعنى في يعني في اوروبا، يعني انا عشت الناس بتقف تصور فيها، وانت مش محتاجه تقول لحد روح فين، قول له فاكر عند التمثال بتاع عروس البحر، او عند التمثال مش عارف ايه، او عند. فدي علامات، ودي مهمه جدا. يعني التماثيل هي علامات للناس ان هي بتميز الاماكن. يعني باريس مثلا، برج ايفل، تمام، دي علامه بقى خلاص، علامة. يعني القاهرة، احنا عندنا برج القاهرة، في مدن كتيرة العلامات بتاعتها ميادينها وأعمالها الفنية، أعمال فنية. فهي مش طرف ومش رفاهية ان يبقى في أعمال فنية في الميادين، ده هي ضرورة، لأن في ناس بتأتلف للأماكن وتتعرف عليها. يعني احنا ممكن ببساطة جدا ما نوصف لحد حاجة يقول له عارف التمثال بتاع الراجل اللي مطلع صباعه ده؟ ايوه، خلي بقى ادي ظهرك للتمثال ده وامشي على طول. فهي دي بتبقى علامات ومهمة، وكمان لو ان هي تاريخ وثقافة. يعني الوقت لما نسمع اولادي لما كنا نمشي شوف تمثال زعلمين ده، فانا بقول له سعد زغلول كذا كذا كذا، السبب في الحكاية هو التمثال، هو اللي دخلنا في المعلومة الثقافية. فده الفن، ده دوره ان هو بيقدم لنا ثقافه، وبيبقى خلي الناس بتتساءل، والتساؤلات بنجاوب عليها. فالفن مهم جدا.